بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا كد لنا حتى ينهزم أعداؤنا، آمين. ولا تكد علينا يا عظيم يا لطيف يا معين، أعنا على إرضائك بالتمام والكمال يا من تحب الإحسان ووصيتنا به ورغبتنا فيه يا كريم. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. ناخذ الآية 19 من نفس السورة لفواياج نبتي، أي الإسراء، وهي كذلك اسمها آخر بنو إسرائيل. ومن أراد، هو من كان يريد، هنا وقالوا من أراد، كان يقول لك هيا هات جديد، بدل السرج نتاعك، بدل الموتور نتاعك، والأوبينيون نتاعك، والبريجي نتاعك، يعني ولا حكم مسبق على الإسلام. كانوا الإسلام جا باش تهينوا أنت اللي لا قيمة لك عند الرحمن إلا أن تعود إليه بالتوبة بالتمام والكمال. ومن أراد الآخرة حنم بيد دار القرار وهي الحيوان، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أمور جدية، أمور عملية، تريد الآخرة ما تقدم شيء كدليل أنك تطيع في ربي، كدليل أنك أنت مؤمن بيوم البعث ويوم مؤمن بالحساب، وتتمنى لو قاك على الحساب لكان ميسورا لك أن تجتاز ذلك الحساب. ما قال وسعى لها سعيها، وفهم عاد أنت اللي تفهم. سعى أي عمل باجتهاد وبحذق وبذكاء صحيح مش ذكاء وهمي. وسعى لها سعيها، اي باش تكون انت من اهلها في النعيم المقيم. وسعى لها سعيها، انتم اللي تدعوا الاسلام وسعيكم للاخره. الوهم بزاف، ولا واحد منكم يقول عكس ذلك، اوه اعلم مش دبروها يوم القيامه حور نعيم، وما من تجري من تحتنا الأنهار، وغلال وقطوف وجانية الأشجار، والسمك يكون مشوي على أحسن ما يرام، والطيور تشتهي يسقط بين يديك مقليا أو مشويا كما تريد تشتهي نفسك. أحلم دوحي مباركة، نسأل الله السلامة.